مثلا هتكلم عليه اليوم اللي هو الفيكتور واليونت فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ يعني متجه زي كده زي F1، له قيمة مقدارها 120 وله اتجاه ماشي من نقطة الأصل O بزاوية 30 درجة فوق البوزيتيف اكس اكسس. ال 105 ال F2 عبارة عن فيكتور قيمته الماجنتيود بتاعه 150 نيوتن، واتجاهه زي احنا شايفين عامل مثلث مع الافقي 5 ومع الرأسي 12، اكيد يبقى المايل 13. فيثاغورس 5 تربيع زائد 12 تربيع تحت الجذر يطلع 13. طبعا عندنا مثلث تاني مشهور جدا اللي هو 3 4 5. F3 برضه متجه، المتجه بنعمل له شرطه كده فوقيه او خط فوقيه عشان نقول ده متجه، مايل بزاويه 25 درجه مع النيجاتيف واي اكسس زي ما احنا شايفين. يبقى المتجه عباره عن قيمه واتجاه. ازاي امثل الفيكتور وازاي اجيب له اليونت فيكتور بتاعه؟ تعالوا نشوف. احنا عندنا طرق تمثيل، ادي طريقه اللي هي الزوايا، وطريقه ثانيه اللي هي المثلث، او ممكن يديني ابعاد واجيب الزاويه نفس حكايه المثلث. طيب ادي الاف 1 كمتجه بيساوي ايه؟ بيساوي القيمه بتاعته اللي هي 120 مع محور الاكس. الزاويه معروفه، معروفه 30 درجه، يبقى لو معروفه اقول كوساين 30 واحط اي كنايه عن المتجه اللي هو اكس. طب وبالنسبه للواي؟ فوق يعني بوزيتيف، برضه احط 120. انا عارف ازاي مع محور اكس، يعني مش عارفها مع الواي. اقول ساين 30 في اتجاه الجي وده يبقى نيوتن. طيب يطلع طبعا القيم نقدر نحسبها، 120 كوساين 30 اللي هي 104 ار زائد الساين 30 بنص يبقى 60 جي، واقفل كده عليهم واكتب نيوتن. ويبقى كده خلصنا تمثيل الفيكتور اللي هو اسمه اف 1. طيب الاف 2 تمثيلها ازاي؟ احنا عارفين قيمتها 150 وعارفين ان اتجاه الاكس 5 طبعا الى 13، هي الافق الى المايل. يعني هقول كده 5 تقسيم 13 دايما المايل تحت. طيب بس هو ماشي في الاتجاه السالب للاكس فاحط هنا سالب. طب وبالنسبه للواي؟ لفوق يبقى موجب، برضو نفس القيمه اللي هي 150 في تحت قلنا الوتر، دايما الوتر اللي هو المايل. طب مين في اتجاه الرأس؟ 5 على 12 ال 12 احطها هنا، وبالتالي هتساوي 150 في 5 على 13، فطلع الجواب ماينس 57.7 اي وبلس 150 في 12 تقسيم 13، فطلع الجواب هنا 138.5 جي، واقفل عليهم كده واكتب نيوتن. يبقى كده خلصنا تمثيل الفيكتور رقم 2. طيب الفيكتور الثالث اللي هو اف 3 مع محور الاكس زاويته مش معروفه، معروفه مع محور الواي. يبقى كده ساين حط ماينس ان اتجاه السالب 100 ساين 25 في اتجاه الار. طب وبالنسبه لمحور واي معروفه الزاويه، ماينس انه لتحت 100 كوساين 25 جي، يعني هيساوي ال 100 ساين 25 ماينس 42.3 اي وماينس 90.6 جي، واقفل عليهم واكتب نيوتن. يبقى كده مثلنا الفيكتور الثالث. وهناخد مثال وامثله واسئله على تمثيل الفيكتور وازاي نجيب ريزلتنت بعد شويه. طيب في الحلقات القادمه وفي الحلقه دي ان شاء الله.
لسه لنا اليونت فيكتور. يعني ايه يونت فيكتور؟ اللي هو بنرمز له بالرمز ان. اليونت فيكتور هو عبارة عن وحدة في اتجاه الفيكتور، يعني مقدار واحد بس، يمشي قد ايه في اتجاه الاكس ويمشي قد ايه في اتجاه الواي. شوفوا بالنسبة ل 120 كوساين، الكوساين دي هي الكومبوننت بتاعت اليونت فيكتور في اتجاه الاكس، والساين نفس الشيء، هنا 5 على 13 و12 على 13، وهنا الساين 25 بالماينس وماينس الكوساين 25. عايزين نقول كده الان عبارة عن يونت فيكتور بيساوي ايه؟ بيساوي مثلا ان واحد هيساوي الاف واحد از فيكتور على الاف واحد از ماجنتيود. الماجنتيود بتاعنا كام هنا؟ 120. طيب والفيكتور اف واحد اللي هو اهو 104 اي و60 جي. طبعا لو قسمت ال 104 على 120، قسمت 104 على 120 يطلع كوساين 30. يعني ال ان عباره عن ايه؟ خلينا نقول مثلا ال ان واحد بتساوي ايه بقى؟ ان واحد عباره عن كوساين 30 اي وساين 30 جي، بس ملوش وحدة، ده يونت فيكتور في اتجاه الاف واحد. لو ضربت بقى، يعني لما اقدر اقول كده الاف واحد بيساوي ايه؟ بيساوي 120 نيوتن في الان. لاحظوا دلوقتي ده بدون وحدات، لو ضربت ال 120 نيوتن في اليونت فيكتور هيديني نفس القيم دي مره ثانيه. يبقى اليونت فيكتور عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكوساين والساين اي وجي، عبارة عن 5 على 13 اي وال 12 على 13 جي، عبارة عن ماينس ساين 25 اي والماينس كوساين 25 جي، وفي الأمثلة هيوضح أكثر.